بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وأكرم خلق الله أجمعين، ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم إلى يوم الدين وبعد. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، نقدم لكم دروس الأحياء. انتهينا في الحصة القادمة من الدرس الأول من وحدة الوراثة، وكان بعنوان الأنماط الوراثية. اليوم بإذن الله بناخد الدرس رقم 2، وهو مبادئ علم الوراثة. واحنا عرفنا قبل كده ان احنا معانا 4 دروس، يبقى لسه في درسين: توارث الصفات في الانسان ودرس الوراثة والجنس. اما ارتباط الجينات فهو من الدروس المحذوفة والمعلقة. يبقى درسنا اليوم هيكون بإذن الله عن موضوع مبادئ علم الوراثة. هنتعرض فيه على قوانين مندل، العالم اللي قدامنا الوقت، اللي احنا عرفنا من الحصة الماضية انه بيعتبر مؤسس علم الوراثة. طيب، كبداية كل درس محتاجين نعرف ايه اللي احنا عايزين نعرفه في هذا الدرس، اللي هي الاهداف العامة لهذا الدرس. 1، احنا عايزين نعرف قوانين مندل دي ونلخصها وكيف توصل اليه ونفسرها. حاجة تانية، نشوف الشروط بتاع مندل، شروط تحقيق النسب المندلية في الجيل الاول وفي الجيل الثاني. وبعد كده نوضح مفهوم السيادة في الكائنات الحية. أما الهدف الأخير ده فخلاص تم تعليق الجزء الخاص به، وهو موضوع انعدام السيادة. لكن نبدأ سؤال كده سريعا يساعدنا في فهم الدرس الحالي اللي معانا إن شاء الله. ما فائدة الأصباغ عند فحص الخلايا؟ ده سؤال إجابته فيه درسته في صف 10 قبل كده، لما قلنا إن إحنا عشان نوضح الصور أو العينات تبقى في وضوح وفي تباين، فبنستخدم حاجتين: اما المعالجه بالضوء او المعالجه بالاصباغ. فالهدف من المعالجه بالاصباغ هو ان احنا نشوف المكونات الخلويه بوضوح. واكتر حاجه بتبقى واضحه معانا في المكونات الخلويه هي الكروموسومات. لما بنستخدم الاصباغ بتتضح الكروموسومات زي ما احنا شايفينها في الصوره اللي معانا دي. ودي افادت كتير جدا لما عرفنا الكروموسومات في تطور علم الوراثه، زي ما نشوف، وفي اكتشاف ما يسمى بالنظرية الكروموسومية وعلاقة العوامل الوراثية بموضوع الجينات اللي تم فحصه واللي تم التعرف عليه من خلال التعرف واكتشاف الكروموسومات. فهنشوف يعني ايه بقى نظرية كروموسومية، وايه علاقة الجينات بالكروموسومات، وكيف افاد التجارب مندل وضعه نظرية الكروموسومية اللي هو ساتون وشاكلة. ده الكروموسوم يا شباب، دي الخلية، الأزرق اللي في الداخل دي النواة، واللي موجود جواها كروموسومات. لو طلعنا كروموسوم أداة واحد أهو، وبعدين فحصناه هنلاقيه عبارة عن خيط طويل من شريط اسمه دي إن إيه. لو خدنا جزء من هذا الشريط، هذا ده اللي بيسمى جين. يبقى إذن الجين هو جزء من دي إن إيه، مسؤول عن تكوين بروتين معين. هذا البروتين هو المسؤول عن إظهار الصفة المطلوبة. يبقى تاني، الكروموسومات الموجودة داخل النواة بتتكون من شريط من دي ان ايه، جزء من هذا الشريط يسمى جين. ولذلك الكروموسوم الواحد عليه عشرات ومئات الجينات. يعني الانسان اصغر كروموسوم هتلاقي عنده 225 جين، وفي كروموسومات تحمل الاف الجينات. يبقى الجين هو جزء من دي ان ايه. طيب، النظرية الكروموسومية، نشوف بقى النظرية اللي قالها ساتون وكيف تم اكتشافها. بعد اكتشاف الكروموسومات لاحظ العلماء ان في تشابه بين سلوك الكروموسومات وسلوك العوامل اللي قال عليها مندل. اما قال ان كل صفة بتمثل بزوج من العوامل. العوامل دي هي ايه؟ بعد اكتشاف الكروموسومات اتضح ان العوامل دي لها علاقة بالكروموسومات، وقال ان العوامل دي ما هي الا الجينات المحمولة على الكروموسومات. احنا لسه قايلين من شوية ان الجين هو ايه؟ هو عبارة عن جزء من دي ان ايه. يبقى الجينات هي ايه؟ هي العوامل التي اشار اليها مندل لما قال كل صفة تمثل بزوج من العوامل. العوامل هنا هي الجينات، وفي جين جاء من الذكر وجين جاء من الايه؟ من الانثى. وبناء على ذلك تم وضع النظرية الايه؟ الكروموسومية، اللي صاغها ساتون واخرون، سميت بهذه النظرية النظرية الكروموسومية. بتقول ايه النظرية الكروموسومية؟ بتقول ان مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات الموجودة على الكروموسومات. تاني، مادة الوراثة محمولة بواسطة الجينات
الموجودة على الكروموسومات. يبقى إذن الجينات اللي موجودة على الكروموسوم ديت هي اللي بتحمل مادة الوراثة من جيل إلى جيل. تاني مرة تانية نشوف الجين وعلاقته بالكروموسوم. هذا الخلية اللي هي الخضرة دي أو الصفرة وموجود في داخلها النواة. جوه النواة الكروموسومات. هذا الكروموسوم لو فحصناه اللي عبارة عن شريط طويل من الدي ان ايه، الجزء من هذا الشريط بسميه جين. يبقى دي ان ايه لو خدنا جزء منه بسميه جين. الجين هو العامل الوراثي الذي اشار اليه مندل. وبدا بذلك بقى عرفنا ايه علاقة الجينات بالكروموسومات والعلاقة بين العوامل اللي اشار اليها مندل وبين الجينات. هي ايه؟ يبقى الجينات هي العوامل التي اشار اليها مندل في تجارب. طيب تعالوا بقى نفهم بقى عن ايه كلمة جين ويعني ايه كلمة أليل وايه الفرق بينهم. الجين عرفنا ان هو جزء من الدي ان ايه مسؤول عن اظهار صفة معينة. يعني هناك جين مسؤول عن صفة الطول في النبات البازلاء، هناك جين مسؤول عن صفة لون الزهرة اللون، هناك جين مسؤول عن لون البذرة، هناك جين مسؤول عن وضع الزهرة، هناك جين مسؤول عن لون الثمرة. ده اسمه جين، عبارة عن جزء مسؤول عن صفة معينة زي الطول، لون الزهرة، لون البذرة، لون الثمرة إلى آخره. طب والأليل؟ الأليلات هي أشكال مختلفة لهذا الجين. فجين المسؤول عن اللون بتاع البذرة له شكلين، إما أنه أصفر أو أخضر. أصفر وأخضر دول بنسميهم أليلان، أليلان والأم اتنين بس فنسميهم أليلان متضادان. يبقى إذن الأليلات هي أشكال مختلفة للإيه؟ للجين. طب لون ده لون البذرة أصفر وأخضر، لون الزهرة له أليلين بنفسج وأبيض، لون الثمرة اتنين أخضر وأصفر، طول الساق اتنين طويل وقصير. يبقى إذن تاني الجين هو الذي يتحكم في إظهار صفة ما. الأليل هي الأليلات هي أشكال مختلفة لهذا الجين. تمام ناخد في بقى حتى ظهر لنا مصطلحات جديدة وهي التركيب الجيني والتركيب الظاهري. يعني ايه تركيب الجيني؟ احنا قلنا كل صفة بتمثل بزوج من العوامل. هنشوف العوامل الجينات اللي هي بقى العوامل دي الجينات. يبقى كل صفة بتمثل بزوج من الجينات. هذه الجينات لو كانت متماثلة يعني كابتل كابتل او سمول سمول هنقول عليها صفة نقية. طب ولو كانت متباينة مختلفة واحد كابتل والتاني سمول يبقى هنقول عليها صفة هجين. يبقى التركيب الجيني بيعبر عن هذا التركيب، بيعبر عن هذا الكلام، بيقول المحتوى الجيني لهذه الصفة هل هما اتنين كابتل ولا اتنين سمول فنقول عليها صفة نقية، ولا احدهما كابتل والاخر سمول فنقول عليها هجين. يبقى عندي صفة مثلا لون شكل البذرة املس ومجعد، اما الاملس له ار كابتل ار كابتل، وار سمول ار سمول مجعد، وار كابتل ار سمول املس، و بنسميها بقى صفة هجين. يبقى اذا كان الجينات متباينة يبقى صفة هجين، اذا كانت متماثلة تبقى صفة نقية. طب ايه هو التركيب الظاهري؟ التركيب الظاهري هو الشكل الصفة اللي ظاهرة على الجين. فلما اقول لون البذرة يبقى التركيب الظاهري هل هو اصفر او اخضر. اما اقول طول الساق فالتركيب الظاهري هو طويل او قصير. اما اقول لون الثمرة فالتركيب الظاهري هو اصفر ولا اخضر. اما اقول لون الزهرة فالتركيب الظاهري بنفسجي ولا ابيض. اذا التركيب الظاهري بيطلق على الشكل والصفة اللي ظاهرة قدامي. وفي عندنا في هذه الصفات شكلين فقط، شكلين فقط للصفة. ناخد مثال التركيب الجيني والظاهري لصفة لون البذرة. لون البذرة عندنا لها مظهرين اتنين فقط، التركيب المظهري لها اتنين اما ما اصفر او اخضر. اما التركيب الجيني فلها تلاتة، الاصفر هو صفة سائدة له اتنين اما واي كابتل واي كابتل وفي الحالة دي بقول عليه اصفر نقي، او واي كابتل واي سمول وفي الحالة دي بقول عليه اصفر هجين. فالتركيبين الجينيين دولت لهم مظهر واحد وهو اللون الاصفر، لكن واحد نقي والتاني هجين. اما الاخضر فهو واي سمول واي سمول. فالتركيب الجيني
للأخضر والصفة المتناحية دائما يكون نقي، ملوش حل غير انه يكون سمول سمول ار سمول ار سمول. لعلنا كده فهمنا يعني ايه جينات ويعني ايه اليلات، يعني ايه تركيب جيني ويعني ايه تركيب ظاهري. تعالوا مع بعض بقى نشوف مندل وكيف صاغ القوانين بتاعته، ونشوف القانون الاول ونتعرف عليه اللي جاء به مندل. القانون الاول بيقول بسموه قانون الانعزال. ليه؟ لان يقول لي في اثناء الانقسام الميوزي تنقسم تنقسم تنفصل تنعزل العوامل الوراثيه. احنا قلنا عندنا عاملين لكل صفر، هتنعزل هذه العوامل، يبقى بحيث كل جين يوجد في مشيك نص الامشاج تحتوي على جين معين ونص الامشاج الاخرى تحتوي على الجين الثاني. فبيقول بقى نص القانون تنفصل زوج الجينات اثناء الانقسام الميوزي عند تكوين الامشاج بحيث يحتوي نصف الامشاج على جين والنصف الاخر على الجين الاخر. انا عندي جينين اثنين، فلو عندي الجينات الموجوده الامشاج الموجوده 100 هتلاقي 50 فيهم جين، 50 التانيين فيهم الجين الايه الاخر. ده نص قانون مندل. ده بنستفيد منه في التوقع لوراثه صفه واحده وبنسميه التهجين احادي الصفر. ساعدنا على بقى موضوع التوقع والكلام ده كله واحد اسمه بانيت اكتشف مربع. المربع ده هو عبارة عن مربع سميناه مربع بانيت، مربع لتنظيم المعلومات الوراثية، بس خلي بالك لتوضيح النتائج المتوقعة والمحتملة في تجارب الوراث وليس النتائج نفسها. يعني هو بيقول لي الاحتمالات بنسبة 10 25% 75% 50%، هناك احتمال لظهور هذه الصفة، فهو بيوضح الاحتمالات وليست النتائج التي النتائج نفسها. يعني دي فرق نخلي بالنا منه. يعني تعال ناخد مثال على قانون مندل ونشوف كيف يتم توارث الصفات بهذا القانون. مثال معانا بيقول عند تلقيح نبات بازلاء كلاهما اصفر البذور هجين، بيقول لي باستخدام مربع بانيت اكتب الطرز الجينيه والمظهريه الناتجه والمتوقعه من تلقيح نباتي بازلاء كلاهما اصفر هجين. اول خطوه معانا هنكتب الفردين اللي معانا دول، هم يعتبروا الاباء. ممتاز، يبقى اول خطوه هنكتب الايه الاباء اللي انا برضه ضلاب رمز بي بيرانس. طب الاباء هنا اكتبهم ايه؟ قال لي كلاهما اصفر، يعني الاثنين اصفر بس هجين. هجين، يبقى كلاهما واي كابيتال واي سمول. ممتاز، يبقى اذا الذكر واي كابيتال واي سمول والانثى واي كابيتال واي سمول. بناء على قوانين مندل ان هذه العوامل الواي كابيتال واي سمول تنعزل تنفصل، هتديني واحده واي كابيتال واحده واي سمول، ودي ايضا تنفصل وتنعزل عشان تديني واحده واي كابيتال واحده واي سمول بناء كما كده. يبقى الامشاج اهي، ده يديني 2 واحد كابيتال واحد سمول، وده يديني 2 واي كابيتال واي سمول. ادي الامشاج. طيب عشان اطلع الاحتمالات المتوقعه فانا بستخدم مربع بانيت. مربع بانيت هو عبارة عن مربع فيه أربع خانات، بحط فوق الأمشاج بتاع المذكر وفي الجنب الأمشاج بتاع المؤنث. الأمشاج المذكر اللي عندنا هيبقى واي كابيتال واي سمول، طب والأمشاج المؤنثة أيضا واي كابيتال واي سمول. أشوف بقى النتائج المتوقعة، رقم واحد مين يقول لي هنا بقى؟ ها يبقى هينزل واي كابيتال وهنا واي كابيتال، يطلع إيه؟ ممتاز، واي كابيتال واي كابيتال. طب التاني ها واي كابيتال واي سمول. طب هذا المربع ها هنا واي كابيتال هنا واي سمول يطلع ايه؟ ممتاز، واي كابيتال واي سمول. طب والاخير مين يقولوا معانا بقى؟ ممتاز، واي سمول واي سمول. طب نلاحظ هنا كم واحد واي كابيتال واي كابيتال؟ يعني اصفر نقي واحد من اربعه، يعني كم في الميه؟ 25%. طب وكم واحد واي كابيتال واي سمول؟ 2 من كام؟ من 4، يعني كام في المية؟ 50. يبقى 50% واي كابيتال واي سمول اصفر هجين. طب كام واحد واي سمول واي سمول؟ الاحتمال 1 من 4، يعني كام؟ 25%. اذا دي النتائج. حل المسألة هنا قدامنا الطرز المظهرية والطرز الجينية. المظهرية مظهرين اصفر واخضر، لكن الجينية 3. الاصفر له مظهرين، له تركيبين جينيين واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي سمول. اذا الاصفر عندنا 3 والاخضر طلع ايه 1، فتطلع النسبه 3 الى 1. ده استخدام
قانون مندل في حال المسائل الايه الوراثيه. القانون الثاني بقى ناخده وندرسه ان شاء الله في الحصه القادمه. وفي النهايه لا يسعنا الا ان نشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.